هذا البرنامج برعاية مجمعات حوراء بغداد السكنية. هذا البرنامج برعاية نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. حلقة اليوم بها مفاجآت وهواي سوالف. وأول شيء صار لنا هذا الأسبوع هو اختيار رئيس مجلس النواب العراقي، وبالبرلمان صارت عركة. معقولة أكو أحد يتوقع تصير عركة بالبرلمان العراقي؟ عركة داخل البرلمان العراقي بالسلاح الأبيض. شبيكم كاتلكم الكرز؟ عشان قفلة فأجيبها هنا على مود. الحمد لله دا أجرب. خربت خما قطعته. أنا أريد أخلي سمايل. أوكي شبيك ضايج؟ دا أحسك ضايج. أنا دا أحسك ضايج. طيني حبيب، طيني كيو، طيني أكشن. شوف أنا طربت كيو طاني أكشن. ليش أنا في مص؟ طيني كيو أكشن. أنا حربكم اليوم أردنيها. يلا طيني كيو. لا أنا عجبتني الأكشن أكثر. بعدين عندي ذكريات محلوة بالكيو أكشن. شوي ناصية. بدها أعلى. بدها أعلى أعلى شوي أعلى. أكشن. شبيكم أنتوا غرفتهم؟ شنو سالفة العركات؟ بعدين ما يعني أكفت شغلة هي أريد أحكي. أنا أخلي علاء الإبراهيمي يتوقعني؟ ما استحيتوا على روحكم؟ علاء الإبراهيمي يتوقعكم بأول أسبوع تتعاركون أنتوا؟ طو شهر شهرين؟ بعدين ما أدري شلون مجلس نواب بلد كله حب. ترى بس تتعاركون. بس التوكو بيناتكم كراهية. الشعب كله يحب. قبل ما أسولف بسالفة الحب عندي موضوع صغير بس لهاي الكاميرا. أنت اللي تخابرين تقولين صاحباتك أنت وين طالعة؟ والله طالعة بالأكس ماتي. شنو الأكس ماتي؟ ها؟ شو تقلب هذا؟ شنو الأكس ماتي؟ لا أريد أقول لك معلومة خطيرة وبسيطة في نفس الوقت. هو الأكس مالتك. أنت الأكس مالته. يعني هو من يطلع أصدقاء يقول والله أنا طالع الأكس ماتي. فعوف الأكسات بحالها. مو حب قمصان هذه. وانت مالك علاقة. كمل صوت يعلى ينصب كيفي. احنا شعب رومانسي محتاجين برلمان رومانسي مثلنا. وبهاي الحلقة العاطفية انا حاب احكي عن الرومانسية. هذا الشعب كله دي يحب. الشعب ماشي يحب على روحه. ده تشوفون الانترنت ايش دي يصير بي. الحب صدق موجود، هاي الحقيقة. صدقني كلها تحب حتى الحديقة. الحب حلو فتشي بس بالستوري. بالصدق كل الناس مضروبة بوري. بالنسبة للنسوان حبهن حقيقي. يقصدني كاظم كان بلا صديقي. يسحب زحف تمساح بأول أيامه، وبس حبيت الكذاب قل اهتمامه. عين البنات اليوم سلطان أجداد. لو قلم تعشكون لو شقر دادي. وش دعوة اللي يحب اليوم يخطبها باكر؟ صارحوني هواي نصهم بناكر. ومسيطرة من تقول هي الرجلها؟ بس يخلص التصوير يكسر رجلها. بنت تثقش بيك عالصدق دور. مو حتى للمكروه نكتب منور. نوره بالصوت حبيبي. اكو مشكلة بالصوت؟ لا هاي يعني سالفة بيناتنا يعني بالفريق بعدين راح تعرفيها. طبعا نرحب بنجمة فيروس، واحدة من نجمات الشابة بالعراق، سهر صلاح اللي راح تنضم لنا، تنضم الفريق ولاية بطيخ بالموسم الجاي. لكن احنا حابين نستضيفها نهاية الموسم. أهلاً وسهلاً سهير. أهلاً. فرحان كلش إنه أنت صرت ويانا، والجمهور راح يشوفك المشاهد الأخيرة ويانا، وإن شاء الله بالموسم الجاي. ويعني نصيحة، التزام، الحفظ، يعني أداء الدور بروح عالية، وتجنب أبو الصوت. أحس قاعد بدرس. نروح نشوف هذا المشهد. عيب
عليكم كان استحيتوا وقلتوا جوارينا منا. صدق لو قال ابو المثل كوم اشجار ولا حجار. لا ما تحكين انا هيك انتي تحترمي نفسك. لا تصيح وتعيط البس حدودك زين. لا بس خميس رصاصي خبل احترم نفسك. لا تصيح وتعيط. لا تصيح ونص باوع لا تاكلنا بالغداء. لا اكلش بالغداء وبالعشاء وبالرجاجيل اعرفها. ها شكو شكو صدق كذب. شنو القصة؟ اصياعكم واصل السابع صوت. يوصل العاشر صوت وبكيفي. وقفة حبيبي وقفة. عوف العصبية عوف العركة لتش طالعة. شنو هالأناقة؟ ما معقولة حبيبتي لابسة ألوان قوزي قزح كلهن. بس معوزين يابسة وأسود ويكمل القوزي كله. أوقف خلي خابر ابن عمامي. وقفة وقفة. هذا مو مال من؟ لا أنا مخبرني واحد التمثال بالحكي. لشنو تخابريني بن عمامك؟ العدانة شنو هنا واقف؟ خبازة خضرة حاتم نصيص. حاتم نصيص هذا مرشح للبرلمان؟ لا ما اسمح لكم. أنا خطيبتي المنطقة تحذف براسها. أدري راس فيسبوك هو. عيني الله يخليك أخذ خطيبتك وروح منا. ترى فرجت علينا العالم لمت علينا الناس. أقلك عيني هسا يا من دا يحكي هذا؟ أشو النسوان تحكي والزلم حكاية غير رجال مني إلي ونتفاهم لو شكو ماكو. والله سلامتك خاتج ليه يحكي سويا من ليه طبي خليتي يحكي عليها طبي. هدئ أنفاسك حبيبي. هذول الناس أنا أعرف شلون أتعامل وياهم. هذول الناس ما يجون إلا بالعين وغاتي. هسه أنت متحينة لو تذمينه. حبيبي إيش قداني لأبقى؟ ما شاء الله عليك. وإيش قداني أعرف أحكي؟ أشهد لك. بس ما أقدر أعبر لك بالحكي عليهم. يا بش مسوي انقلقتيني. حبيبي من يوم اللي قعدوا واللي حد الان 24 ساعه هو ومرته ملاخ من الروسيات. اي صح لان احنا الاوكرانيات طردناهن. شوف اخوي هسه انا سمعت من الطرفين من الوسطين. الناتج ايش قد؟ انا هسه اسمحوا له اتدخل. ابو المثل شو يقول؟ يا ستار يا رب. ابو المثل يقول حب وكره واسكت واحكي. والله ماكو ابو مثل يقدر يسويهن كلهن. يا اخي ما يصير. هي هم تجي تعبانه من الدوام وتريد تاخذ لها غيبوبه فت سنه سنتين. ما يصير تظل تسمع صياحكم. يعني عركه الجمعه السبت عطله الاحد بدايه الدوام. حبيبي والله لو تسمع اللي ما اسمعه غلط افشار الفاظ بريئه. حبيبي هي بريئه مو؟ هي طبعا فاعل. الله على الدقه باللغه الله على الثقه. شو احكي لك حبيبي 5 سنين جوارين حايط بلا حايط. حبيبتي شو يفيد الحكي؟ هسه احكي للصبح الحكايه تطلع منا تطلع منا. زين انا عندي اقتراح خلي الحكايه تفوت بدماغي بلكي استفاد منها شيء اطبق منها شيء. لساني طلع بيه شعب. اكل لسان يطلع بيه حيقوره كل لسان طلع الجادريه. اقول لك انت تدري دمك سخيف؟ اعرف اوزاد. عم الجيران اللي قبلك كان صوته ما نشوفه. شو انتو صوتكم ما له وادي. اي مو نصيح بالجبل. تدري استاذ بالسويد والدنمار وفنلندك. قصدك الدول الكستنائيه اختصروا حبي. قولي اوروبا نقول بتصالهم بالسيديه شبيهم. يعتبرون ازعاج الجار جريمه والقانون يتحاسب عليها. والله ما يصير انا ادفع من جيبي مستحيل. لا عاد لو شايف ابنهم شحكي لك. ابنهم وكح؟ لا شوف مدام وصلت لابنكم تسمع مني هاي النصيحة. بس بشرفك عوفه بالمثل بحاله. التربية ثم التربية ثم التربية. هذا ابنك تربيه زين اليوم تجاوز على جيرانكم ترى باكر عطلة يتجاوز عليك. باكر أحد مو عطلة. مو تقول ما قال لي ها ويجوز يمديده عليك بالمستقبل الغريب. إذا عن مستقبل الغريبة تعرف عليه. يا أخي لا تفكر بنفسك، فكر بصورتك الشمسية قدام أسرتك وعائلتك. عندي 12 وحدة ضامن معاملات خلفية بيضة. شنو هذا الصوت؟ منين جاء هذا الغريب؟ والله ما أدري أستاذ نمير عبد الحسين اسألها. صراحة أهلي اللي دي تعاركون هم هسه حاليا اليوم من زمان يتعاركون. وليش قلتي لي هسه من زمان؟ الله درس بالتوقيت انطيتون انتو. حبيبي يعني هم اهلي يعني شلون اشمرهم من الشارع؟ ليش هم وين اصلا هسه؟ استاذ اسمح لي اعتذر جدا احنا اسفين فشلتيني ويا الرجال طلعت المصيبه يمكم مو يمهم. اسفين استاذ خذ راحتك. حبيبتي اذا كان بيتك من زجاج فلا داعي لفتح النافذه. اي حتى متى شلون؟ احب اقول للجمهور انه الشعر اللي قلناه انا سهير وهواي اشعار بالاغاني اللي تطلع بالكليبات هو يعني كله كتابه مهيمن الكاتب اللي ويانا هو كاتب كوميدي
بس انا قاعد نكتب شعر وهذه طلعت السالفه كلها سهله. تعال قبل اصير شاعر. وين وين هذا الكرسي كل ساعه يطلع لي واحد. ها رايك شنو على شنو معترض؟ يعني شنو السالفه كل السهله؟ ما عرفت الشعر طلع غيرك. انت قاعد بعزل اصير شاعر. انت اوكي يعني هذا تقدر تعتبره شعر بس يعني هذا خط بصراحه يعني نقول مفقد هسه هو زين. اخير واحد بصراحه كان يمثله تقريبا نقول اخر واحد يعني ما ارد اجزم بس اللي كان لامع به هو رياض الوادي الله يرحمه. الله يرحمه وتقريبا اللون مفقد لان الناس يعني هذا شنو مو شعر كبير وهذا لا مو شيء احسن ما راهن على هيك شعر جاي بالصوت انا جاي هذا ضدي ضدي طلع الوادي ليش؟ يعني ترى تخاف من المنافسه ما عمي ما نافسك هاي خلاص اذا المنافسه هيك انا افرع بالعكس والله كلش استظهرنا يعني الشعر الهزلي يلا اوكي انت تكتب شعر حلو انت بس هو بس هو تكتب مشاهد كوميدي يلا اذا صارت بعد يلا يعني هاي 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 لك حق زين بصراحه يعني كلتنا نتمنى يعني مرات تمر بينا حالات خاصه مرات يعني تريد تتناولها بشكل كوميدي او هي الحاله يعني كوميديه فترجمها بقافيه ووزن نتجنب من السخرية مال الناس لأن أنت الناس من تخليك بخانة إن أنت شاعر وجداني أو أكو جملة جاهزة بالإنستغرام بالفيسبوك عود أنت كبير رسم بالتعليقات هن أكو جاهزات عود أنت كبير وهسا أنا شو استفادت وش تريد وشاعر له أو ممثل له فكلمة تنقال أوكي هاي الأمور قللت بصراحة هذا اللون يعني كلنا نمر بحالات نتمنى تعرف بالبيوت تصير حالة خاصة بينك وبين والدك والدتك مرة من المرات يحيى العلاق ترجمها بطريقة حلوة بس يحيى هو تقريبا شعره يعني بنوع من الدهشة فممكن تبتسم وياه اي بس راد احنا بس عندي انا تبهر ودزها رسالة احنا ناخذها برنامج يعني مو هو نسوان وغسان اسماعيل عندنا قصائد هو يعني صح ما نطرحهن يعني بس نكتبهن لنفسنا فهذا اللون بصراحة تقريبا مفقد يعني زين بسبب انه الناس تتعامل وياه بطريقة يعني شيء مو ادبي يعني بينما هو لا شيء ادبي حلو ترجم بالذات الحالة اللي تناولتوها يعني هي الراد لها هاي المصطلحات بما انه حالة يعني عامة وعاطفية ومفرداتها هو هذا اللي قلت زين الشاعر خصوصا الشاعر المرموق يخاف بهاي الحالة بس من الجمهور يخاف من الجمهور ومن الوسط الشعري همنه اللي يخاف من الشعراء اكثر من الجمهور من الجمهور باعتبار يقول لك يعني هو هذا راد فتيانه هو لا فلان فلان يجوز على منصة ويرددوا لك بيت من عندهم يعني وبطريقة تعرف بسخرية سخرية تنجرح ممكن يخليك بموقف محرج بصراحة زين انا بس هذا الموضوع كلش مهم انا طبعا هذا امانة انا ما حضره بالاعداد هسه انا دفتهم شغلة هسه إلى متى لازم يبقى المبدع يثبت للآخرين سواء الوسط أو الجمهور إنه مبدع زين مو أنا رادو فتيان عرفه شاعر مهم ومتأكد من شاعريته جميل. يعني شنو ورا 4-5 سنين خرب مثلا أوكي ممكن أكو شاعر ينضب أي. بس ماكو شاعر يخرب أكو فرق يعني بالضبط إيه. لا أحيانا يعني حتى أكون صريح وياك يعني مرات ناس تبدأ تتنازل من تشوف نفسها تتراجع تبدأ تتنازل يبحث عن يعني عادة البريق مرة ثانية بالضبط فيروح المواضيع خلينا نقول شارعية أو أو يكتب قصيدة ممكن هي مو هزلية بس هابطة أكو فرق طبعا بين هذا وبين هذا إنه اليوم أنا من أريد أتناول موضوع عاطفي لازم أتناوله احترامي للعلاقة اللي أنا عايشها وأكتب عنها يعني ما ممكن أستخدم وياها مفردات متليق يجوز حجم العلاقة عظيمة بينك وبين شخص آخر وتجي تتناوله بمفردات سطحية مرات يجوك شباب يختصرون هاي الأمور بالرصعة والغمازة وتصير القصيدة الطويلة هذا أنا أعتبره هنا يبدي يتنازل المستوى الشارع في على مود مثل ما قلت أنه يعيد بريقة يعني أنا ويا أنه يكون خط يعني من أنا شاعر أكتب الهزل أتمسك بهذا لو كل الناس تصير أعدائي أتمسك به للأخير بس ممكن ما أجرب هذا يجيب لي فد مردود سلبي إلى جمهوره يعني أتذكرني فترة 2005 و2006 كان صديقنا لا وبالحصاريات هذا كان ينتشر أكثر من أي شعر طبعاً ثاني يعني طبعاً طبعاً فترة الحصاريات كان ينتشر لأن كان تناول هاشم العربي عنده قصائد عظيمة على الحمار هسه من يكتب على الحمار مثلاً هسه يجوز يطلع شاعر برنامج يحكي عليك أنت شلون
هذا صح ايه ينتقص منك. زين ما دام انت تحديتني وبينت ان انا مو كلش خوش شاعر اشكرك على هذا. هسه انا اريد لا انت مخرج عبقري وانت بكافي يعني جبت الحين على الشعب. اريد تثبت لي بما انه انت مطالب دائما مو بس انت كل مبدعين في العراق دائما يعيدون الاثبات. اريدك تثبت لنا اليوم بولات بطيخ فت قصيده حصريه ما طالعه قبل شيء اول مره يسمع الجمهور خلي يكون بولات بطيخ قبل ما نقول لك فيما لا شكرا على زال المؤدب اللي رزلت لا انا راح اقرا شوف هسه راح ابين لك شنو الفرق يعني انا راح اقرا نفس الموضوع اللي تناولته تقريبا بس هو يعني يطرح الاثنين اللي طريقه محترمه قولها عادي لا لا الطريقه وجدانيه ومؤثره ارد ابين انه يعني مرات المشاكل هي من حل العلاقه يعني مرات يصير تصير هاي النقرة يقولون بين الاثنين من قد ما يحبون بعض مو شرط انه واحد والله موضوع اذا همنا موضوع مهم وجذاب خل نسمع تقول من كل قلب احبها ما مجاملها حبيبتي وانا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر والجام بس ما نفترق بالعركة غازلها مزاجيين والبيناتنا بكل يوم يوصل للنهاية وربك يحلها وظلينا سوا مو لأن متصافين العلاقة لتستمر تقوى بمشاكلها الله من كل قلب أحبها ما مجاملها حبيبتي وأنا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر والجام بس ما نفترق بالعركة غازلها مزاجيين والبيناتنا بكل يوم يوصل للنهاية وربك يحلها وظلينا سوا مو لأن متصافين العلاقة لتستمر تقوى بمشاكلها بعد شي فضها ذا مغرور حب مغرور اللي تحرمها قمت عناد أحللها وأخبصها أحبك حيل أحبك موت ومن تطلبها من عناد ما قلها هي صحتها زين المرض عند أفراق وما مهتم مبين من نزاعلها وأنا عند نقص لمن علي تغيب كان كاتب قصيدة وما مكملها وهاي الروح مو ياخذها ملك الموت سبحان الله ترجع لي برسائلها من كل قلب أحبها وما مجاملها حبيبتي وأنا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر والجام بس ما نفترق بالعركة غازلها بسلامتك الله قصيدة عظيمة ممتازة جدا وحلوة كلش وهذه دفعتنا نفكر بطريقة هسه إنه شوف كل واحد يدور على طريق النجاح بأسلوبه الخاص يمكن أنا أي موضوع يريدون من عندي انت تقدر اخذ منطقه السخريه هاي المنطقه اللي اعرف لها بالضبط واللي احبها بالضبط. متمرس بيها شويه انت رحت هسه خليتني انا افكر بمجموعه كبيره من العلاقات اللي اعرفها بين اصدقائنا واقربائنا وبين حبيباتهم وزوجاتهم بس باسلوب عاطفي درامي وبي اكو نكته تخال نكته بس شنو نكته محبوكه طول عمرك استاذ حسن اشكرك حبيبي رائد انا اشكرك جدا تعبناك سعيد جدا باللقاء وقلت لك راح اثقل رجلي بهذا المكان قبل ما نختم سؤال سريع جاي شنو اعتقد اشتاق لي خلاص الموسم الاول مالته خلاص موسم المحافظات اللي هم مثل الضيوف ان شاء الله راح يكون ضيف حلقات خاصه ويعني شعراء محضر وجبه دسمه بصراحة يعني بالتوفيق مقدما ربي يحفظك ويسلمك حبيبي شكرا حبيبي. شكرا لك شكرا عاد شكرا لحبك نروح فاصل حساك عسل حساك شكد حلو نيالك رغد وخرب حظك ريهام والله شبيه اني ما اعرف البس ما اعرف اكشخ ما اعرف اطلع ما اعرف احرق باوعد تشكت حلو بس اكيد بيك عيب وانا راح اطب لك من هذا العيب مرحبا مرحبا مرحبتين اهلا وسهلا ما عرفتك ابن خالتك مو؟ لا ابن عمتك؟ هم لا المهم قرايبك لا عليك الله مثل اخوك غير؟ لا عفوتي يعني ليش اقترحتي كل هاي الاقتراحات وما اقترحتي انه ممكن اكون حبيبها؟ اخيرا مخونة حبيبتي حتتزوج وترتبط انا ميته فرح ميته
يعني هسه اللي افتهمت الولد صار حبيبك مع الأسف مو؟ مع الأسف ليش؟ من تصير بنية ويدخل عمرك بالثلاثين وتسمع صديقتك المقربة حتتزوج وانت مقضيها تفتر بفلاتر السناب؟ حتعرف ليش؟ أنا فرحان. قلت شي هاي شنو صديقتك ما مرتبطة؟ ما مرتبطة هو معوزة حنان وأنا مقضيتها وين ما أروح أشوف ناس تحب بالمسلسلات ناس تحب بالأغاني ناس تحب بالإنستا ناس تحب بالسناب ناس تحب بالواقع ناس تحب تخيل أنا أروح الكافتريا من أشوف الكبلات دي يحبون ما أطلب أكل ليش؟ لأن أظل أكل بروحي والله خطايا صديقتك طبعا رهومة فتحة بابة وقلبها طيب أنا ورهومة عشرة عمر من كنا جهال حزننا سوا نفرح سوا ليش تكذبين؟ احنا وين فرحانين سوا؟ أقول ليش تعالي نحزن سوا؟ يعني نضرب ببوري أو في خيولي يقول لك مسلم منزل أغنية تجنن اسمها تنسيت انساها بشرفك أقول لك هاي شنو صاحبتك راح تطق علينا نغير موضوع تشربين شي؟ هي أريد فتشي حار وانت شي تشربين؟ شي بارد لأن أنا دا أفور من جوا عواطفي بدت تطلع وتنفجر ماكو واحد شلبي يحس بيها ويأخذها ريهام على كيفك حبيبي على كيفك يعني تي ليش ما ترتبطين تسوين علاقة؟ بح هذا أقول ثلاثين يقول لي علاقة أنت تدري بالفيس شو يسموني؟ شو يسموك؟ ثلاثينية جادة وطلع قبل بس هذا ما يمنع أن تسوين علاقة جربي علاقة وأنجرح وتأذي أراويك ستوري صديقاتي كلهن مجروحات أصلاً الشريط مال ستوري ماتي انقلب مستشفى ابن النفيس وداعتش كلهم كلاب أقول ليش ما نعزمها بالعرس رغد مو؟ لا خطولي بعدين تقول باقتها مني زين تش عجب ما عرفتيني على صديقاتك لو تموت أطلع Excuse me, what happened? ما بليس انجامك إذا قلت أبوه من قريس مش قران. يعني بالهندي أنجا أنجا ماري بابا. والله العظيم ولا العظيم. أحترق الخبز. أنت شو اسمك؟ يعني أكو واحد ما يعرف ناظم الغزالي؟ شلون أحوالك قلب؟ كيف يدوح على قلب؟ هاي معلش. علال إبراهيمي معكم من قلب الحدث دائما وأبدا. يا بشير مشتاق لكم يا أبي. يا أبي أكو ريحة كباب وسطرتني سطر. علي فاضل شبي وياك؟ وياي؟ غيره دمرت المجتمع. ما كله على إبراهيمي طاق ترى يعني ما يحتاج. طاق. والله العظيم. وين تحبون تتعشون؟ ولاية بطيخ ما اقدر اسوي لك هلا ليش دائما تتهمون الرجال انهم خونه وكذابين بطلوا خيانه بطلوا خيانه يعني كل عراقش كبره الرجال متهمين بالخيانه دائما يخونون ليش هذا برايك ليش شنو السبب دائما الرجال متهمين بالخيانه متطل تعوفني دائما الرجال متهمين بالخيانه برايك شنو السبب السبب قله ال شو اسمه شو ما نقول متابعينك هواي بالبيت وهاي راح اسوي لي كارثه اي هاي تحيه لكل العائله طقها بدايه حياتي يعني ورديت هسه على زواج صدق يا رب مبروك شغلنا واحده على العرسان الفرح في سطرين والباقي كل عذاب وراء كل سجين امراه وراء كل معتوه امرأة وراء كل مجنون امرأة اقول لك كاظم الساهر هاي المرأة الشفافة غير متناقض دول ابن الوكي راح نسأل السؤال بسرعة بس تعالوا يقول انا منشتاق ما احمل الفرقة اصير النار حتى الماي حرقة اها هنا سأسكت قليلا مرة أشبهها مثلا بزهرة النرجس تستحق كاظم الساهر فرع العامرية طبعا مشلوع قلبك أحسك من الحب والله منين؟ من الحب لا تبكي لا تهمين إنكم خونة من النساء شكد منطينك اليوم؟ انطينا عشرة واللي تريد أنسي أسولك آه هي أنت المحيرهم
الله ايه فرحه فتفرحه يسوي بالقناه. اي والله لا خائن ولا كذاب وجاي يشتغل خطيه ويفكر بعائلته. مين يقول؟ من يقول؟ انا اقول مدحني مدحني. ماكو مدحك هسه. ايش ما ادري كتب نص كيلو لحم. تخيل هسه سويدي انا واقف يمك. انت عراقي؟ هذا العراقي يظل شمس ما يطفى نوره باكر يعود بحيله مسوي على السوره. اقول لك شلون اطلع للسويد؟ ايش عندك بلبنان حجي؟ اسباب تواجدك بلبنان لا تقول لي علاقات دبلوماسيه ورده صالع بين البلدين وما ادري شنو هاي. ايش كنت تسوي بلبنان؟ تونس. حدد نوع الونس اللي كنت تتونس. ما تعرفه؟ انا وصلتني معلومات ترى كلش خطره انه المعلومات اكد تواجدك بشارع الحمراء. شنو علاقتك بالجنس الاخر؟ ياهو هذا الجنس الاخر يعني النساء. شنو علاقتك بالنساء؟ ماكو. علي فاضل اقطع خلي يعزل علي فاضل. وصلنا الى نهايه الاستطلاع. تقبلوا تحياتي عنان ابراهيمي. علي فاضل زيد راتبه. حيا الله للعامريه الغالي حبيب الغالي استاذ. ال 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 طبعا اخجل من كلام العراقيين. ومثل ما شفنا باستطلاع علاء الابراهيمي الخاص بحلقتنا العاطفيه اليوم، حكى هواي ناس عن الخيانات. ما اعرف الاسرار مال بيروت لازم نطلع عليها. اي عموما عندنا اليوم ضيفه بالحلقه، صارت ضيفتي بالكليب انا وياها سوينا دويتو. رادب فتيان شكك بيها كشاعر، هسه مو من حقه يشكك بيها كمطرب. خلوني يعني خلي افجر مواهبي. خلني اشوف الله ارهم اصير مطرب. خلي اشوف. يا خالة يا متمارة اللي مركبة العمارة، الشوق الدادي مالينا طرني بتجيك سارة. يا خالة يا متمارة اللي مركبة العمارة، الشوق الدادي مالينا طرني بتجيك سارة. بحبه حبه ما بقدر اخبيه، هو اللي جايب ذهبي والشقة والسيارة. صرف 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 صرف. الحلوة اللي تداريني جيتك باللمبرجيني، ما اريد اصرف عليها بس قلبي ما يخليني. الحلوة اللي تداريني جيتك باللمبرجيني، ما اريد اصرف عليها بس قلبي ما يخليني. بيروت منروح ابد بيروت، لاوروبا بس نفوت من قبرص بالسيارة. صرف 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 صرف. رايح يتمرن هو مسوي عضلاته حلوة، حتى لو شاب يجنن ما عنده فلوس الكروة. رايح يتمرن هو مسوي عضلاته حلوة، حتى لو شاب يجنن ما عنده فلوس الكروة. قلي باكر يجيكي جواز الدومينيكي مختوم من السفرة. ختم 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 ختم. ودنا نرقص له وحزين. ايش بيه يا اخي؟ هم اثنين افترت عليهم الدنيا وصاروا حزينين. من هو؟ قائد حلمي وقائد حمبي. ايش يصير بالدنيا؟ سيارتي وبناشرها لك، احنا جايبيك هنا حتى تتونس لك. ليش حزين؟ بيتي وقراجي، انت ابو الواهس، يعني تريد نبقى هيك؟ لا حمبا نعرف شو تريدون. انت جبتوني هنا حتى اقول لكم ارقص لكم او تتونسون براسي، ورغم الحزن والالم راح اغني لكم اغنيه على حبيقتي.
حبيقتك شنو؟ يعني صقيقتي بالحديقة حمبي. غني حمبي. أحب هدي لبسني. ها ها. ألبسها ترجع لي. ها ها. أرجع لها تغثني. ها ها. أغثها تقهرني. ها ها. أقهرها تحضرني. ها ها. أحضرها تلزق لي. ها ها. من تلزق لي أفقد. ها ها. من نفقد أحبها. ها ها. وأحب هدي لبسني. ها ها. أحبائي عبالكم أنا سعيد؟ أنا حزين أصدقائي، أنا كالطير يرقص مذبوحا من العلمي. لا حمبي، من ريحة جواري بصقيقة. أنا مضطهد، أنا مهزوم من جمهورية أبويا. ليش؟ لأن أنا بالبيت مثل فص الثوم يعالج القلب والناس تضوج من ريحته. أحبائي شغله وإجازاته أخليك على راسي. أنا هنا جيت أغير جو دقائي من اللوعات إلى السفرات، من الدمعات إلى الضحكات، من المأساة إلى الحفلات. والمطلوب؟ أنا جوعان دقائي وعاجبني أكل بس ما عندي فلوس. قول إيش مشتهي تأكل؟ نفر كباب وطماطة شو وخبز حار وسراحية لبن. الكباب علي واللبن علي. لا دقائي، إحنا طالعين سفرة ولازم كل شيء يتقسم على الروس. الخبز علي والطماطة شوي علي. أنا راح أجيب الملح علي من باب المشاركة وحتى يغزر بيكم حمبي. حمبي بدل ما الدباق الأكل للكلاب الطينة يا أخي ناكل خيق جوعانين. أوه. بس أنا بعدني حزين. وجهي وش واربة؟ ليش حزين؟ أنا عائلتي طردتني في ظروف غامضة وذبوني بالطرقات وكان الظلام دامس والخوف بكل مكان. غرفتي وخشابها، انفض غبار الألم وخلينا نحتفل. لا صقيقي، راح أمسح دهن الأكل وأغني لكم أغنية عن الأهل. يلا قعدوني أجيب البيض والصمون وشوية طماطة وقمر وزيتون. مو جمعة استراحة شوكت تفتهمون. هي هاي ها 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 طارت من النوم في يوم الجمعة الأدمن. محلاتي ومسواقها 100 مرة سألناك أنت ليش حزين؟ أنا أريد أروح للمول أشوف العائلات شلون تتسوق واشتري ملابس العائلة الكريمة واشتري ملابس الأبوي الحبيب، بس ما عندي فلوس. غدايا ومواعينة، انت مو ابوك ما تحكي وياه رماك بالطرقات والظلام والخوف. هو هذا الوفاء حمبي، انا وفي مثل البنطلون مال باله رخيص وعمره طويل وقبل لا يموت يصير وصلت مسح بالمطبخ. حمبي شقتي ومصعدها قهرتني، ايش راح تشتري للوالد؟ راح اشتري له قميص احمر على قدي شك شك. حمبي هو القميص الك لو لابوك؟ لا حمبي القميص لابويا، بس راح اجيبه راح يطلع صغير عليه وراح البسه انا وزوجي لان ابويا طردني وشمرني بالطرقات المظلمه وعباله ما عنده اصدقائي يصرفون علي. ابوي القمصه اللي علي والقميص علي. لا اصدقائي، انا ما احب واحد يصرف علي، فراح اشارك بالعلاقه. حمبي اصدقائي، أنا للموت ما راح أعوفكم، أنت أفضل شلة ممكن أكمل وياها بقية حياتي. وإحنا للموت ما راح نعوفك حمبي. ولك ها حمبي، لك هاي جابك هنا، يلا يلا راح نروح المصيف يلا. مستحيل، هذول أصدقائي الطاقين اللي يصرفون علي ببغداد، جاي جاي وياكم جاي. تليفوني وبصمته، وين تروح؟ راح اضطر اخون الزاد واللبن اللي بيناتنا لان الملح انا اللي جبته صقيقي. فراشي ومخداته معناته هسه انت بعدنا، احنا مو جايين للسفره سوا؟ احبائي خلنا ناقش الموضوع علميا. انت جبتوني سفره ووكلتوني ولبستوني، هل لديكم اشياء اخرى؟ اسواق ونساتله لا ما عدنا. وبعدين مصرفكم يا دوب يكفيكم، وبصراحه انا ما احب استغل اصدقائي. بنطلوني وحزامه والوفاء. بالنسبه للوفاء احب اقولها أحبها تلبسني. ها ها. ألبسها ترجع لي. ها ها. أرجع لها تغثني. ها ها. أغثها تقهرني. ها ها. أقهرها تحضرني. ها ها. أحضرها تلزق لي.
كسر القلم بعدنا ما قال حلال. شنو؟ شنو الفقرة العنيفة؟ أريد أكشن أخخيته لأن هذه الفقرة بها أكشن بس الله يعلم بيه. يعني يلا أكشن طيني. أكشن. عافية. بعد جلسة البرلمان الأولى شفت واحد من أهم وأخطر اللقاءات بحياتي. الرئيس المشهداني لم يكن محايدا ولم يكن منصفا ولم يطبق القانون. كتلة الأكبر خول تيار الصدري. هذه البدعة وجدناها حتى علاوي وقائمته مسيرون بالهذا. الذي بدأ في المعركة والإصرار على عدم الاستمرار في الجلسة هم الأخوة في الإطار. هي مشت غصبت عليكم تركيا والإمارات مشت. لا 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 لا. لا. لا 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 قرار عراقي قرار عراقي قرار غير إيراني. أحنا كان بيننا اتفاق مع الإطار ومع الأخوة الصيدرينين أن النواب السنة والإكراد لا ينضمون لا لهذول ولا لهذول لتمكين أي طرف لتسجيل الكتلة الأكبر. فقلنا لهم ما نقدر، أحنا ملتزمين مع التيار الصدري، يصوت لي رئيس يصوت لنا نائب أول. روحوا خلوا السيد مقتدى يقول لنا أجلوها وصوما أي شيء نقبل. سوف تكون هناك ترضية أو مصالحة فيما بينهم وأن يرجعوا ويكونوا الكتلة الأكبر الاثنين. ورئيس الوزراء منين؟ أكيد توافقي. هذه الحلقة مهمة جدا، المفروض يعني العراقيين يشوفوها بالشهر مرتين ثلاثة. إذا واحد متفرغ ما عنده شيء فواجب وطني راح يتفرجها، لأن هاي الحلقة راح تبين لك العراق شلون اندار بالسنوات اللي فاتت برغم الإدارة السيئة للحلقة. مستحيل، ما شايف بحياتي مقدم يدير حلقة بهالسوء هذا. وهذا سؤال مهم للأستاذ أحمد. يعني أستاذ أحمد شنو جابرك؟ ما أعرف شنو اللي صار وياك؟ ليش ده تتقبل هاي الكمية من التجاوزات من الضيوف؟ يعني لازم أقول شهادتي فيك أمام الشعب العراقي. أولاً أنا معتاد على عدم إنصافك، أنك أدائك يتعلق بوجهات نظرك العقائدية والسياسية، وهذه المقدمة ليست محايدة. مالك قناة أفاق أحنا هسه شي لك دخلنا نحكي، خلينا ندير الحوار يا أبو يزن. شو ندير الحوار؟ هسه أسلوبي هذا قناة أفاق على الحكي. ترحون تأخذ حتى السلطة التنفيذية. بس أنت تحكي بكيفك أنت. هسه أنا حكيت أنا وحدي. أنت تريد تقولني ما لم أقول وتريد تدقدق صفارات عندك. هسه تريد تحكم على نوايانا مثل ما أنت تريد على طريقة حزب الطلال. انت متشائم اني متفائل. لا توافق. اذا الجماهير تسمعك الان وتسمعني وتؤمن بما تقول انت راح تخلي العالم تتقاتل. اكو خطا سيدنا الجماعه اللي مسويين شو اسمه يعني اصلاح جاد جو الصراع وحقيقي. فالحمد لله على الجماعه اللي يدققون حرف. اي طبعا ما حد يسلم من عنده ابد بالتحرير. كان مبروك غصب عليك انصنع هذا النصر. مبروك الله يبارك. عددكتين بعد جبيدك ميسر عيب خبر كم زرفتك. مبروك. لا تسوي تمديلك وتسحبها. مبروك. بغصب عليك. قل لي بس لا اقول لك انت شو وقت راح يطلع مازن اللي عبارة عن فتنة واتمنى ان تغير خطابك او تروح تداوم بافاق. لا حضرت حضرتك اثرت موضوع انا يعني اتمنى انه تغير خطابك. لا انه بيضحك. انا دا أقول طبعا هذا اللقاء كان بكميه من الاحترامات غريبه. مستحيل كميه الاحترامات الموجوده بهذا اللقاء. يعني واحد محترم الثاني ب شلونك استاذ علي؟ اهلا وسهلا. سؤال تفضل. منو جاب طار الاحترامات؟ وش يهمك هذا الموضوع؟ فاقد الشيء لا يعطيه. شنو قصدك لك يعني من المحترم؟ انا ها لا مو هذا اللقاء بكميه من ال... يعني تخلي بال... ليش دا احكي لك؟ ما تيجي نشوف نهنئ الاخ الحلبوسي فوزه والرجل حقيقة يستحق، وهنئ الأخ الصدري والأخ الكردي تعرف للصدريين استحقاقهم رئاسة وزراء. وطبعا أنا الآن سأقوم بدور الدفاع عن التيار الصدري. أخوتي اللي فازوا وعلى رأسي وأتمنى لهم كل الخير ويستحقون. وهذا شرف كبير أن يكون صديقنا المحترم. أرد أكون محايد. أنا أتذكر في الجمعية الوطنية سيادتك كنت موجود. أولاً تحية طيبة لحضرتك ولزملائي ضيوفك الأعزاء والمشاهدين الكرام. صديقي والبارحة أنا كنت ملتقي بي لقاء مطول. لا أتهم أحد أبداً، الكل أخوتي. اسمعوا يا قادة الشيعة. نعم. اسمعوا أي. اسمعوا مشعان ساد مشعان شي يقول. الله يطحي حظهم والله. هذا زمن اللي خلاكم تطونا فرصة. أي زمن طبعاً كتل هذاك الحليف شبعنا الشلاليق، هذا بعد ما مجربي. حتى وافق الشيء خرب العراق وطيح حظه وخلى الشيعة يثورون. خلص. شارع ماكم بالله خل السيد بغلبيته هاي لسبب التوافق الشيعي والتقاسم. كتل بس جماعتنا ما بيهم حظ. احنا لابين من دولة وشان كسي المفروض ما ننطيكم كل شيء واحنا ندير الدولة. واو كان يسمحون ديكور والله العظيم. كتل
واو. انت ما يهمك من الكتله الاكبر. أوكي. انت يهمك من شلون تمزق الشيعة. واو. الشيعة اثنين وعندهم سلاح، احنا مقفخه ستشينا ما خلت عندنا كتل. واو. اي يوم التزمتوا باتفاق؟ اذا الكتله الاكبر، اذا الحكومه يشكلها التيار الصدري نروح وياه، واذا شكلوها الجماعه اللي شبعونا الشلاليق كتل. لا 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 عيب عيب بصراحه، لو ما انا ما اقبل ان شاء الله. صح عيب. علوش خلصت اخر تقديمه، بدك تطب جوا تقلي طماطم، بس شنو شد الطماطم تثرمها ناعم، مو سهل برانشات كبيره. آه لا لا ما اريد هذا الني. لا بيمن ناعم. بيمن اسوي لك هاي بيمن بالسكينه. انت سكينه ما خليته عندنا. كتل كتل. طبعاً ألف مبروك عليك النادي أستاذ، وهذا أحسن وقت تشتري بيه النادي، لأن أصلاً الكرة العراقية بوضع جداً سيء، بس إن شاء الله بالمستقبل حيصير أسوأ. أنا أريد أسوي نادي مميز وأريد مدرب قوي. أنا بالصالحية سحولي غوارديولا، بالرحمنية سحولي كلوب، وبالقريعات أكيد يسحولك مورينيو. لا هناك ناكل سمك، ماكو ملاعب مطوبة هناك. شنو إجراءاتك بالنسبة للنادي؟ نجيب أحمد فرحان ويأكل اليسرى أكل، ونجيب محمد قاسم ويأكل اليمنى أكل، ونجيب قوقية، ولا تقول قوقية مال كولا أعرف هاي النكتة السخيفة، ونجيب قوقية واللعبة نص ويأكل النص أكل. أنت شعدك لواعب. أخوي حموشي أنا آسف، ولا هو مو تنمر حموشي أخوي، بس وزنه مو مال طوبة، يعني إحنا قلنا العراق واسطات بس مو هيك. هذا مقطع النوادي تقطع، بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة. هاي وين؟ بالبلاي ستيشن. بس هسه تارك أريد أصير هداف الدوري وأخذ الحذاء الذهبي، وعلى شرط 43. لا قال بقصيف 44. انت مو كيفك حبيبي 43؟ لا شو 44؟ ها شنو مو كيفك حبيبي غير قياسي؟ انا متاكد 44. ها شنو؟ اود نجيب الحذاء الذهبي 44، واذا طلع كبير نعالجه بدبان. اريد حموش يصير راس حربه. اريد العب بالمنتخب. منتخب؟ والا بهاي التصفيات. ايه احنا عندنا هواي لعبات ويا كوريا ويا ايران، وهو قوي بالفارسي. اللغه؟ لا النمل. يلا أمرنا لله، راح نعتبر نفسنا نلعب نقص وننزل حموشي. عندك بعد أحد لاخ؟ أخويا كرم كرموشي. هلا هلا بالمحترف. وين محترف؟ بالخارج. وين بالخارج؟ يم علي اللامي شوية لي غاد من جلود. قول راح نلعب وعندنا نقص لواعي باثنين، حموشي وكرموشي. عندك بعد احد ثالث؟ اخويا كبير. شو اسمه؟ هو اسمه عبود، بس احنا نصيح له عبوشي. وين عبوشي؟ تعال عبوشي. الحج ويانا بالفريق؟ اساسي. زين شنو مهاراته؟ لباخ. خوش لعد، نسلم الوسط كرسته وعمل ونحاس بعد تشيس. ومن هسه ترى الحجي فرض علينا صديق المبيضشي يلعب ويانا. اي حقه مودريتش ما يقدر بدون كروس. وين المبيضشي؟ لا شوف ذراعتك كم متر، هذا ترى هوسه صايره عليه. من هسه حجزه، هذا يفيدنا ببناء الهجمه. هذا راح يبيض وجهه قدام المنتخبات كلها. اي طبعا يبيض وجهي، اذا ذاب بيه الاربعه تشيس بورق. عندك بعد احد تلعبه؟ بس ثاني. تلعب؟ لا باوع، أنا بأي ملهى بأي مطعم يحطوا لي طاولة ما حد يقعد بيها حتى لو ما أجي، فريد تشوف لي مكان زين بالملعب بتخصص لي إياه. تدلل؟ صدق أنا دزوك لي وقالوا خوش مدرب، بس ما عرفت اسمك شنو. أنا قبل كان اسمي كعكي، بس هسه صار كعكوشي. بالختام عندنا ثلاث مواضيع مهمة اللي نحكي بيها، قرعتين وموضوع ثالث. القرعة الأولى هي قرعة 60-90 للمصداقية، أجريت بالأسبوع اللي فات أثناء مباراة الكلاسيكو كلاسيكو العراق بين الزهراء والجوية.
صارت القرعة، وهذا ملخص سريع يثبت مصداقية خدمة 60-90 للمشجعين وللأندية في نفس الوقت. طبعاً يعني فاضل أبو سعدية فرحانين يعني إنه أنتوا لكم هدفين، أما الجوية شنو معنوياتكم؟ إيش عليك بالجوية؟ طبعاً نرحب بعلاء الإبراهيمي اللي انضم لنا. أنا بعناد علي فاضل جاي اليوم، لأن أي شيء شجع علي فاضل أنا ضده، حتى لو شجع الاقتصاد الوطني أنا شجع الاستراحة. بس ما شاء الله أول ما طبيت أنت راسن ما شاء الله قالوا وزارة. الرقم الأول من اليمين رقم 3، الرقم الثاني هم 3، هم 3 سعيد هذا رقم 4، رقم الأخير عبارة عن رقم 5. هسه حاليا الجائزة الأسبوعية حتطلع عندنا على الشاشة أمامنا صاحب الرقم دينار، مليون دينار، 5-4-3-3 عفوا، صاحب هذا الرقم، صاحب هذا التسلسل هو مشجع نادي الجوية. ألف مبروك، ألف مبروك، مليون دينار. الرقم الأول، رقم 3، رقم 9، طلبة، الطلبة، طلبة، 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 طلبة. على هيك تسوي يعني مو توقف ضدي تهوس وجد تعادل وزفيتني زفة هناك لها أول ما لها آخر، باعتبار أنه الدنيا تنتهي، أنت استمتعت فرحت مو خطي ما يدري بالمهمة اللي جاي تشنية. عموما مجموعة فاروق الطبية سوت قرعة قبل أسبوعين، قبل نهاية السنة اللي فاتت، وبهاي القرعة فاز ويانا حيدر صلاح. وحيدر صلاح لازم يروح للسليمانية، يروح لهاي المجموعة الطبية المتكاملة الأنيقة حتى يسوي تشيك أب مثل ما وعدناكم من سوينا القرعة أساسا ومن سوينا المسابقة كلها. فمن راح يوديه حبيبي اللي يعرف يهوس عليه بعدين شلون، هل روح يا علاوي روح للسليمانية، أنا لو بيدي يعني أدز الإكوادور للصين. خلينا نشوف ربحت بهاي القرعة سواها أستاذ علي، علي فاضل، مجموعة فاروق الطبية طبعا مشكورين، كادر ولاية بطيخ الله يسلمك، ومجموعة ولاية خلوها خلوها على بعد حار يجوز بالبصرة. أنا الكبوي اليسرى واليمنى اثنين تعبانات توجعك اي خاصة يعني أثر شيء بالبارد أو مرات مثلا هاي يعني أتربع هيك أربع رجلي اي فبعد ما أقدر أمدها أكو ألم؟ اي يعني خفيف وين؟ نعم تحت الصابونة؟ اي زين كلها هسه أنا أمدها بس خلي بالولادة أكو هنا خلينا نشوف هاي الصورة بعد أحسن شوف هاي بالولادة هذا المفروض يلتحم بمكانه تمام؟ نعم في بعض الناس وايا ناس يعني 10-15% من الناس وخاصة الولد وايا يجون عندهم هذا اللي هو عالم ألماني اسمه أوسغولد شلاتر زين هو اللي اكتشف على الحالة هذه ما تلتحم فمرات شو تسبب؟ تسبب آلام يصير ضغط على الركبة كنا بجولة ويا حيدر من البصرة داخل مدينة فاروق الطبية سوى كل الأشياء اللي تشيك أب بمدينة فاروق الطبية أخذنا كل التحاليل التحاليل هاي ممكن تستلمها باليد وأيضا تخلي اسمك بموقع أونلاين اسمك والكود مالتك راح تفتح هاي التحاليل بأي مكان ببغداد وتراجعها مع أي طبيب بكل مكان بالعالم وبالختام يعني عندي بس شغلة بسيطة واني أقلب في مواقع التواصل الاجتماعي فشفت عمل رمضاني جديد وهذا العمل الرمضاني الجديد من بطولة نجوم كبار في تاريخ الدراما العراقية رجعت لنا السندريلا تمارا محمود رحب بيها أكيد أتمنى لها نجاح موفقية كبيرة تمارا على صفحة من علاقة بيها نجمتنا حبيبتنا من زمان من أول ما كانت هي والنجمات القليلات اللي موجودات بالدراما العراقية متسيدات الوسط بس شفت وياها صورة غريبة شفت وياها الفنان القدير الكبير حكيم جاسم ظاهرا أيضا في الخبر ظاهرا أيضا سامحوني عليها أوكي ظاهر أيضا في الخبر ويقال بأنه سيقوم ببطولة هذا العمل أنا دا أحكي فصحى ما أدري ليش يمكن ما أحد يريد يصير خبيث
يحكي فصحى يعني جذا وخرت الخبات. وين حدا نحكي هسه بالقانون ابدا والله لا عندنا خبات ولا عندنا شيء بقلبنا ولا ندور زايده وناقصه. بس استاذ حكيم حبيبي انت يعني بمجلس الامناء وهذا منصب وحسب درايتنا البسيطه بالقانون الداخلي للشبكه انت ما يصير تمثل. فشنو هذه اشاعه تعرف انت بهذا الخبر المزيف الذي يحاول النيل منك ومن قانونيتك ومهنيتك العاليه وانت دائما تبحث عن القانون؟ مستحيل راح تخترق، لا اسف، مستحيل راح تخترق القانون وتروح انت تمثل بعمل وانت تخالف القانون. واذا انت تنازلت بعد ما احنا حكينا الموضوع بالبرنامج هم راح نحسب ان الموضوع، انا ما اقبل هذا. انا هنا جاي ادور على الحق فقط، الحق وليس شيئا اخر سوى الحق. واحنا هنا راح نخسر، راح نخسر برمضان نجم كبير، لان ما يصير يتجاوز القانون. صح لو غلط استاذ حكيم، ما يصير يتجاوز القانون. مو شكرا جزيلا، نهايه الحلقه اقول لكم في مال الله، شوفكم حلقه جديده. هذا البرنامج برعاية مجمعات حوراء بغداد السكنية. هذا البرنامج برعاية دزيت لك الفحوصات. أنا وين؟ وين احنا؟ هنا ببلدنا العراق، مدينة فاروق الطبية بمدينة سليمانية. بعد ما تحتاج تروح برا البلد حتى تتعالج، هنا عندنا فريق طبي متمرس ومجموعة أطباء أخصائيين بكل المجالات من كل الدول العربية والعالم، ينطوك الصحة والعافية اللي تستاهلها. كل الأجهزة والأدوات الطبية المتوفرة بالمستشفيات العالمية موجودة هنا مدينة فاروق الطبية. هنا ما يحتاج تسافر لغير بلد وتقطع طريق طويل، هنا ببلدك موجودة وحدة من أحسن مستشفيات العالم، صحتك تستحق الأحسن. مدينة فاروق الطبية، رائدون في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية بأنسب الأسعار في المنطقة.